بنسلط الضوء على كوادرنا الإدارية اللي بيمثلونا في الاتحادات الإفريقية والدولية، عشان ده بيصب في مصلحتنا أكيد كمصريين. أكيد زي ما حضرتك بتقول كده، إن إحنا جالنا دعوة والموضوع ده مش بسهولة، والدعاوي مقفولة وكل الكلام صحيح ده، عشان حضرتك متواجد، عشان حد متواجد في اللجنة الطبية، حضرتك بتقول دكتور أحمد جمال دكتور أحمد تقريبا جمال. بالظبط. فوجود حضرتك ووجود دكتور أحمد جمال أكيد ده بيفرق معانا، ما هو في الآخر بقى ده بيصب في مصلحة مصر بالتأكيد. لا، ودعم الثقة اللي على الترابيزة، الثقة اللي على البورد دايما هي اللي بتخلي الواحد يشتغل طبعا صراحة. لو ما فيش دعم وتعاون بين كل أعضاء مجلس إدارة وتحت قيادة الرئيس مجلس إدارة، احنا مش هنعرف نشتغل، هيبقى في خلافات. بس طيب، ايه النتائج اللي حققناها في البطولة؟ هقول لك، هو أول مرة ندخل سيمي فاينل. هو طبعا احنا حلو، بننافس 9 حارات، 9 لاينات. اوكي. سيمي فاينل بيبقى رابع او خامس في معظم الترتيبات، ياخد ده فاينل A وده فاينل B بعد السيمي فاينل والكلام ده كله. فاحنا دايما في الاعوام السابقه كنا بناخد اخير ويبقى اشتركنا يعني في البطوله، وما كانش في ناشئين خالص، لان ما كانش في رؤيه ان انا اعمل حاجه مثلا في لوس انجلوس، اعمل حاجه في باريس بالولاد اللي هو مواليد 2005 2006 2004، ناشئ تحت 18 سنه، ان هو يحتك بالشكل اللي موجود دلوقتي ويدخل سيمي فاينال ويكسب دولتين وثلاثه واربعه وخمسه في السباق. ده بالنسبه لنا كان اعجاز، ان هو وصل صحيح. في 9 شهور نحن ننقلهم النقله دي، ونحاول نسد الجوانب المتعدده لكفاءه اللاعب بدنيا ومهريا ومنتل، ونصلح الحاجات اللي تقدر تدعمه. فده كان بالنسبه لنا شغل كتير جدا، احنا ما نمناش الفتره اللي صحيح. فاتت صراحه. شاركنا في البطولة بكام لاعب ولاعبة؟ في وسريعا عشان عندي لسه أسئلة كتير. الاولمبيك هوبس شاركنا بلاعب ولاعبه بس اوكي كتجربه، لان احنا تمام. كنا صراحه بيتم اختيارهم على اساس ايه يا دكتور؟ افضل لاعبين الناشئين على معايير معتمده بمجلس عندهم الاداره كام سنة اللي شاركوا؟ 2005 و2006، عندهم مواليد 16 و17 سنه. اوكي. طيب، ايه اخر الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية في مصر؟ البطولة شهر العربية اكتوبر صح؟ الحمد لله طبعا في مجلس، وده خلى في نشاط للدول العربية انها تشارك، لان في انتخابات الاتحاد العربي هتكون في القاهرة، فاحنا بنحضر كمان لانتخابات الاتحاد العربي واستضافة جميع رؤساء الاتحادات العربية في خلال البطولة. في حوالي 13 دولة هتشارك في البطولة العربية وسباق النيل يعني الدولي البطولة هيكون فيها كمان انتخابات الاتحاد العربي، بالظبط، وكل ده هيقام في مصر. ده كله هيقام في القاهرة إن شاء الله. تمام. وبطولة النيل، وبطولة النيل هتقام بعديها على طول، اللي كانت المفروض في الأقصر وتم نقلها للقاهرة. لا مش مفروض حاجة خالص، هو احنا بنحاول نغير من مكان لمكان لزيادة الرؤى يعني، لأن الدول بتختلف في زيارتها، مش نفس الدول هي اللي كانت شاركت. بتلعب في مش دايما الأقصر. اللي دايما هو التجديف مش الكانوكاك. لكن مش شرط انها لا يعني لا لا. خالص، دي تاني مرة. فين دايما في الموضوع؟ احنا عملنا مرة في الأقصر ودي تاني مرة هنعملها في القاهرة، طيب تمام وإن شاء الله المرة الجاية هنعملها في العالمين. يعني احنا حلو حلو يعني بنلف، ما هو ده بيساعد على انتشار بالظبط، اللعبة أصل بشكل كبير. النيل الدولي دي كلها دول أجنبية، فأنا فعلا اوكي عايز أظهر كل المجاري المائية اللي موجودة عندي. أنا عندي ليكس، عندي بحيرات، وعندي بالظبط. نهر، وعندي الأقصر، وعندي الايست كوست مثلا، انا هروح البحر الاحمر والبحر يعني. المتوسط ليه لا يعني، بالظبط. والكانوكي غير التأديف، انا ممكن العب في كل مكان والديسيبلين اللي انا عايزه. بالظبط بالظبط. طيب، لعبة الكانوي والكاياك موجودة في كام نادي في مصر تقريبا؟ احنا بيمارس النشاط حوالي 18 نادي، لكن الممارسة القوية حوالي 15. 15 نادي. 15 نادي. طيب، ايه اهم الخطوات علشان نشر اللعبة؟ وقد ايه وجود اللعبه في الانديه الجماهيريه؟ عشان ده اخر سؤال معانا عشان ده اخر وقتنا. سؤال. هو اول حاجه انا عايز وجود اللعبه في الانديه الجماهيريه هيفرق مع على انتشار اللعبه ازاي؟ اكيد. انا بس عايز انوه عن حاجه مهمه جدا كمصلحه عامه، بان انا في البوزيشن اللي انا فيه دلوقتي، وهو 2036 الملف اللي احنا بنفكر فيه وان شاء الله ننجح فيه المره دي، ان صعب جدا الحصول على موقف اللجنه الاولمبيه الدوليه بدون وجود مجرى دولي للرياضات القوارب المائيه. احنا ما عندناش مجرى دولي للتجديف ولا للكياك والكانوي. ضروري عشان تاخد اصوات من اتحاد الاي سي اف الكانوي كياك او اتحاد التجديف، يكون عندك مجرى تجرى فيه السباقات دي. احنا ما عندناش. ما عندناش فعلا. فعشان ناخد اصوات للاولمبيك جيمز لازم نعمل مجرى.
طبعا دي اول نقطه. طبعا. النقطه الثانيه الهيئات الاعضاء والانديه اللي في الاتحاد، وده برضه هيساعد على انتشار اللعبه ده اكيد اكيد.